Échange tech, échange tech, échange tech, échange tech, échange tech. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. تبادل التقنية نلتقي مجددا تكملة للدرس اللي كنا قمنا به حول تطبيق التسجيل اللي هو ديكتافون اتش دي. كنا شفنا في الدرس الأول كيفية التسجيل داخل التطبيق والتحويل من فورما إلى فورما، أو يعني عبر إرسال أوديو من تطبيق آخر إلى تطبيق ديكتافون اتش دي، وشفنا الطريقة كيفاش نحوله من فورما إلى فورما. اليوم إن شاء الله راح نطرقوا نقطتين أو ثلاث. النقطة الأولى كيفية تحويل أوديو إلى نص، ونقاط أخرى يعني كيفية يعني تعديل على الأوديو، أو يعني كيفاش نحذفوا الأوديو داخل تطبيق، وكيفاش يعني نمسحوا الأوديو داخل الكورباي اللي تابع التطبيق. على بركة الله نمشي التطبيق تاعنا. سيليكتور داب تفتنار اك ديكتافون اتش دي اكتيفي ديكتاف ديكتافون اتش دي بي تي ان سيتينغ بوتون فوالا نبالي غوش دروات حتى نوقف على الاوديو. ايفون موديفي سيجمنت ايفون سيجمنت ايكلا سيجمنت ريمايند سيجمنت ريسون سيجمنت كالندار سيجمنت تراش 4 انريجستر بيت بوتون 13 juin 2020 à 14h-8h. هذا هو الاوديو تاعنا، سجلته قبل قليل داخل يعني تطبيق ديكتافون اتش دي. بوتون اكسيون ديسپونبل. الى الاوديو هو اوديو قصير، ملاحظه فقط يعني قد ما يكون الاوديو قصير تكون عمليه التحويل يعني بسرعه، قد ما يكبر حجم الاوديو راح يكون بطء في التحويل. نستمع الى الاوديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نلتقي مجددا. دائما مع تطبيق التسجيل ديكتافون اتش دي. كنا شفنا في الدرس دونك ماشي هذا هو الاوديو، عفوا 13 juin 2020 بوتون اكسيون. هذا هو الاوديو تاعنا. السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي مجددا في هذا الشرح البسيط، شرح لتطبيق التسجيل. لو لاحظتم أني يعني تكلمت باللغة الفصحى وببطء يعني بتأني كي يخرج النص، يعني لأنه كيفاش ننطق الكلمة إذا كانت الكلمة نطق تاعها سليم راح تكون الترجمة إلى نص بطريقة سليمة. دونك هنا نوقف على الأوديو. سيليكسيوني 13 juin 2000. نسحب بالأصبع من الأعلى إلى الأسفل. سيل ديليت. نزيد مرة ثانية. سيل اكسبور. فوالا سيل اكسبور، نكليك عليها ضغطتين. تكست بوتون. فوالا عندنا أول عنصر هو التكست. انريجستري دون لا بيليكول بوتون كونفيرتيرو بوتون. فوالا حنا نوقفوا على تكست. انريجستري تكست بوتون. نكليك ضغطتين. ايفون بوتون دو رتور. فوالا نبالي من اليسار لليمين. تكست ان تيت انجلي ايتازوني بوتون. هنا اللغة راهي سيليكسيوني أونجلي إتازوني. مبالي من اليسار اليمين. 13 juin 2020 à 14h-3h-13. نزيد مبالي. سلام عليكم ويست لوليتول تركي موجي دي نتي هافا سشا ويري أبوس سيتو شاتب ليتول توبي زارو. سلام عليكم ويست لوليتول تركي موجي دي نتي هافا سشا. دونك هنا راهو نتقلنا الأوديو يعني راهو مترجم إلى نص، ولكن يعني غير مفهوم لأن اللغة راهي سيليكسيوني أونجلي. دونك هنا نروحو نسيليكسيونيو اللغة، نعاود نبالي من اليمين لليسار. 13 جوان انجلي ايتازوني بوتون. فوالا نكليكي هنا ضغطتين. تكست بوتون دو رتور. نبالي من اليسار لليمين حتى نسيليكسيوني اللغة العربية، عرب عربي سعوديت. انجلي اندكس بسك المان 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 انجلي 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 عرب عربي سعوديت. فوالا نكليك عليها ضغطتين. عرب عربي سعوديت. ندير روتور، نعاود نبالي من اليمين لليسار حتى ندير بوتون روتور. تكست بوتون دو روتور. يقولنا تكست بوتون دو روتور، نكليكي ضغطتين. نبالي دوكا من اليسار اليمين نوقف على التكست تاعنا. تكست اون تيت عرب عربي سعوديت 13 جوان 2020 عرب عربي سعوديت. اللغة راهي تغيرت إلى اللغة العربية. 13 جوان 2020 à 14h-. نستمع إلى النص.
سلام عليكم ميس لولي تول تركا موجي دي لحد الآن نص ما زال ما تحولش مبالية وحتى شير استومبي بوتون كونفرتير بوتون كونفرتير بوتون نكليكيو عليها ضغطتين كونفرتير فوالا نعاود مبالية من اليمين اليسار شير استومبي بوتون السلام عليكم ورحمة الله نلتقي مجددا في التشرح البسيط 056 السلام عليكم ورحمة الله نلتقي مجددا في التشرح البسيط شرح لتطبيق التسجيل 09 فوالا 13 جوان السلام عليكم ورحمة الله نلتقي مجددا في التشرح البسيط شرح لتطبيق التسجيل 09 كما استمعتم الترجمة يعني بطريقة سليمة جدا ويشترط أن الإنسان يحب يترجم الأوديو إلى نص يكون الكلام باللغة العربية الفصحى ويكون النطق صحيح شير بوتون إذا حبينا نبارطاجيو النص هذا عندنا شير بوتون كليكيو عليها 13 جوان 2020 à 14 tiré du bas هنا فتحنا النافذة تاع البارطاج airdrop بوتون ميساج ميل واتساب بوتون ونبارطاجيو هذا النص إلى المكان اللي حبينا نبارطاجيوه فيرمي لو بوب اب iPhone, bouton de retour. iPhone. Action disponible. Voilà. PTN setting, iPhone, modif, segment calendar. Segment tra, bouton. 13 juin 2020 à 4, estompé, bouton. Dictaphone HD partie 1, 13, 23. MP3, 18,4 mégaoctets. Action disponible, estompé. Dictaphone HD partie. مثلاً, عندي audio, مسجل, soit... كنا سجلناه بالتطبيق ديكتافون HD ولا بتطبيق آخر وهذا التسجيل خرج لنا ضعيف يعني في الصوت نتاعو جا ضعيف دونك كيفاش نديرو باش نوغمونتيو في لو فوليوم تاع هذاك الاوديو اني واقف على الاوديو هذا ديكتافون HD مسجل نسيليكسيونيه بضغطتين ديكتافون HD بارتي 1 13 23 دونك نعاود نغلق تطبيق بالسيليكتور داب سيليكتور داب ديكتافون HD fermé ديكتافون HD سيليكتور داب تفنار اكسيون ان كور ديفيرتيسمون ان يو ريكورد بوس لوك جوني ديكتافون HD فوالا ديكتافون HD 4 انريجستريمون 168, نوقف على الاوديو نتاعي بات بوت 13 جوان بوتون 13 جوان بوتون ديكتافون HD بارتي 1 13 فوالا هذا هو الاوديو نسيليكسيونيه بضغطتين سيليكسيوني ديكتافون HD دوك مبالي غوش دروات حتى يقول لي اوديو ايدي بوتون 2020 بوتون بروغريسيون 0% بي تي ان اكسبور بوتون بي تي ان اكسبور بي تي ان شير بوتون بي تي ان شير هذه اكسبور بي تي ان اكسبور بوتون بي تي ان شير بوتون لي دو بوتون هادو اكسبور ولا شير الا حبينا نبارطاجيوه بي تي ان اوديو ايديت بوتون فوالا BTN Audio Edit. Nikliki عليها ضغطتين. Élagé. Bouton. Mbalié gauche-droite. Scindé. Bouton. Fusionné. Bouton. Mics. Bouton. Modifier le son. Bouton. Modifier le son. هذه. Augmenter le volume. Voilà. عندنا augmenter le volume. Nikliki عليها ضغطتين. Avertissement. X2. Bouton. أول خيار. X2. يعني نضعفو. قوة الصوت إلى مرتين x3 بوتون نضعفوه يعني x3 x4 بوتون x5 بوتون عندنا حتى x5 x4 x3 بوتون نديروه مثلا إذا كان الأوديو ضعيف نديروه مثلا x3 وإذا كان متوسط نديروه x2 بوتون أنا نديرو x2 سيليكسيوني ديكتافون HD بارتي 1 13 23 MP3 18,4 mégaoctets. Action disponible. Dictaphone HD partie 1 13 23. MP3 18,4 mégaoctets. Voilà, هذا الاوديو الاصلي. دونك مبالي من اليمين اليسار نلقى الاوديو اللي درنا له اوغمونتاسيون. Bouton. 13 juin 2020. Bouton. 13 juin 2020. Bouton. Sélectionné. Dictaphone HD partie 1 volume x2. 13, 23, MP3. Voilà, comme vous dictaphone HD, volume x2. Bouton, sélectionné. Dictaphone HD partie 1, volume x2. 13, 20. Ou là, on a modifié le son. Avec modifier le son, il y a une chose. Il y a une voix féminine ou masculine. Ou il y a une saute radée. Ou là, on a fusionné
إذا حبينا ندمجوا دو زوديو، ولكن الطريقة يعني ماهيش متقنة مثلا كتطبيق ريكوردر اش كيو، دونك نكتفي يعني بهذا القدر. يعني كنا شفنا كيفاش نحولوا نص الى كتابة، وشفنا الطريقة كيفاش نديروا اوغمونتي فوليوم. عندنا دوك هاد لي زوديو عندنا 5 انغوجيسترمون، اذا حبينا نحذفوهم مره واحده نبالي من اليمين لليسار حتى الموديفي ريشيرشي سيغمون تراج سيغمون كالندار سيغمون ريسون سيغمون ريمايند سيغمون ايكلا سيغمون ايفون موديفي بوتون. فوالا نكليك على موديفي موديفي اوكي بوتون. نعاود نروح للزوديو التوعي سيغمون اي سيغمون اي سيغمون ريم سيغمون ريس سيغمون كال سيغمون تراج ريشيرشي 5 انغوجيسترمون دات بوتون ديكتافون اش تي بارتي 1 دونك الاوديو اللي نقف عليه نسيليكسيونيه بضغطتين سيليكسيوني استومبي بوت 13 جوان 2014 سيليكسيوني 13 استومبي بوت 13 جوان 2000 اوديو الثالث نسيليكسيونيه سيليكسيوني استومبي ديكتافون اش تي بارتي الاوديو الرابع نسحقو هذا استومبي ديكتافون اش تي بارتي 1 13 استومبي بوت 2020 06 13 هذا الاوديو الخامس نسيليكسيونيه سيليكسيوني 2020 estompé bouton btn play @cell bouton. Voilà donc on va lier gauche droite jusqu'à btn export bouton btn share bouton btn audio edit bouton btn more bouton. Le btn more نكليكي عليها ضغطتين déplacer vers bouton déplacer vers placer dans la corbeille bouton placer dans la corbeille نكليكي ضغطتين btn setting bouton. بهذه الطريقه انا مسحنا لي زوديو داخل التطبيق. من بالي كوش دغوات ندير اوكي ايفون اون تيت اوكي بوتون كليك عليها اوكي فوالا موديفيي بوتون. دوك حذفنا لي زوديو داخل التطبيق، بقى لنا نحذفو لي زوديو داخل لا كوربي. راني واقف على موديفيي ايفون موديفيي بوتون نكليك عليها ضغطتين موديفيي اوكي بوتون. هنا دوك من بالي من اليسار اليمين حتى التخاش ايفون اون تيت اوكي بوتون سيغمون ايفون سيغمون اي كلاود سيغمون ريمايند سيغمون ريسون سيغمون كالندار سيغمون تراش بوتون. فوالا نسيليكسيوني تراش سيغمون تراش. فوالا دوك هنا رانا داخل لا كوربي باش نتاكدو سيغمون ايفون بوت موديفيي بوتون كوربي اون تيت. فوالا كوربي اون تيت بي تي ان سيتينغ بوتون بي تي ان سيتينغ بوت كوربي اون تيت. فوالا modifier bouton هنا modifier. نروح نشوف لي زوديو شحال عندي في الكوربي سيغمون اي سيغمون اي سيغمون ريمايند سيغمون ريس سيغمون كالون سيغمون تراب 111 انregistrement 116,3 mots en tête. عندنا 111 انregistrement هذا كامل راه في الكوربي. نفترض انه عندي اوديو في الكوربي وسحقيته وحبيت نعاود يعني ريكوبيريه مباليه 2020 06 13 50. فوالا مثلا عندي اوديو في الكورباي، بعد البحث يعني في لي زوديو نلقى الاوديو تاعي وحبيت ريكيبيريه، واش ندير؟ اني واقف على الاوديو نسحب بالاصبع من الاعلى الى الاسفل سوبريمي سوبريمي ريميتر ريميتر. لما نكليكيو على ريميتر اكسيون افكتوي ريميتر 13 جوان 2020 14 اكسيون اكسيون افكتوي. هذا الاوديو راه مشى لنا لا باج داكوي تاع التطبيق، دونك دوكا كي ندخلوا التطبيق نلقى الاوديو هذا اللي عاودت ريكيبيريتو من الكورباي. هنا اذا حبيت نحذف كامل لا كورباي ما عليا غير ندير بي تي ان سيتينغ كورباي اون تيت موديفي بوتون موديفي نكليك عليها ضغطتين موديفي اوكي بوتون. فوالا نوضع صبعي فوق البوتون ريميتر استومبي بوتون فيدي بوتون. عندنا فيدي بوتون نكليك عليها سوبريمي 110 بوتون قال لي سوبريمي 110 انولي بوتون كاين انولي انولي بوتون سوبريمي 110 بوتون. عندنا سوبريمي 110 الا كليكيت عليها راح يتحذفوا كامل هاد لي زوديو من لا كوربي. نكليك على سوبريمي وبعدها نعاود نروح ندير انولي بوتون. انا ندير انولي كاين دي زوديو اللي مسحقهم دونك نتوما سوبريمي 110 بوتون سوبريمي 110 تكليكي عليها مباشره. بهذه الطريقه يتحذفوا كامل لي زوديو من لا كوربي انولي بوتون ندير انولي
PTN setting, bouton. Corbeille, en tête. OK, bouton. Voilà. OK. Modifier, bouton. Corbeille, en tête. On a renavé corbeille, on va sélectionner iPhone. Modifier, bouton. Segment iPhone, bouton. Voilà, on va cliquer sur la droite taille. Segment iPhone. Modifier, iPhone, en tête. Voilà. هذه الطريقة كيفاش يعني نحذف الاوديو داخل التطبيق مرة واحدة ومن لاكوباي مرة واحدة. هذا كل ما في التطبيق يعني الشيء اللي يستاهل الشرح. نتمنى يكون الشرح مفهوم وبارك الله في الجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Échange tech.